اهلا بك. هلا مفيدة، نورتينا. ميرسي. يعني بداية تربية الأطفال مهمة جدا لتكوين شخصيتهم وانضباطهم، ما أهمية وضع ضوابط وقواعد للأطفال عن عمر صغير ومتى يجب أن نبدأ بها؟ هو القواعد اللي هي المعروفة عليها اللي هي الرولز أو الروتين اليومي اللي لازم يتحط للولاد بعمر مبكر. روتين عادي، مثال بده يغسل وجهه، يفرش اسنانه، يعني هو الروتين، ينام بكير، هو الروتين اللي لازم يبلش عليهم الولد من كتير عمر مبكر. وتتأرجح بين المساحة الحرة اللي لازم نعطيها للولد لا ينمي قدراته الذهنية والجسدية والاجتماعية اللي هي مهمة، فيكون الولد يتأرجح ما بين المحظور وما بين احتياجاته هو الخاصة اليومية. مثال حكى على الأكل، مهم إنه الولد في عمر مبكر يبدأ يتحسس نوعية الأكل، الخبز، الفواكه، الخضرة، حتى لنعطيه الصلاحية للولد لا يكون عنده غذاء صحي، يكون عنده إحساس بالمثال بالأشياء الصلبة، الأشياء اللزجة، ليكون عنده معلومات إضافية اللي هي كتير مهمة في عمر مبكر يعرفها حتى لعلاقته بالأكل، لأنه نعرف أن الأولاد يكون في عندهم مشاكل كبيرة مع الأكل في عمر مبكر. مثل الكنبة أو الأريكة أو اللي ينط عليها الولد يركض يلعب، ما فيكش تحرميه من هالمتعة لأنه هو عم يقفز أو ينط أو شو ما بدنا، عم يكتشف في أشياء جديدة أنه هي تخلي له علاقة تواصل دايما مع جسمه اللي احنا نسميهم الموتريسيتي أو الحسي حركي عند الولد، واللي هو كثير 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 مهم. إلى أي مدى تنفع وتضر الولد في عمر مبكر؟ الأهل دايما يحبوا أنه يكون الولد على البيك، على الكاتخي بانك زي ما نقوله، أنه لا ما لازمش تقفز، ما لازم، لا ما فينا نقوله كلمة لا هيك على الطالع وعلى النازل. مثال نحب نفهم الولد، لأنه الولد في عمر مبكر ذهنه كتير يكون بسيط، ما يستوعب كل معلومة تعطيه له، لازم ترافقيه أو ترافقه بجمل بسيطة، نفهمه أنه الكنباية أو الكرسي أو الطاولة هي للجلوس أو للوقت الأكل، هذا يمشي في الديسيبلين اليومي اللي نعلموه للولاد. يعني كأنه في لغة إيجابية وفي لغة سلبية، لأنه كلمة لا هي بالإجمال سلبية. سلبية. لازم نعطيه بالمقابل جملة خيار آخر. خيار يعني كأنه الخيار مهم. الخيار أكيد الخيار مهم، لأنه أنت اليوم لازم تعرفوا اللي الكنبية بده يجلس عليها، يقعد عليها. إنه تبرير ربما. مش تبرير، لا هون مش تبرير، إنه أنت بدك توجهيه، فالتوجيه لازم يكون بوزيتيف، يعني لازم يكون إيجابي. لأنه في الولد ما بيعرف، إذا أنت ما فهمتيش أنه الكنباية للجلوس ما رح يفهمك، يعني أنت لازم تعطيه المعلومة لا يعرفها، بعدين تعطيه المعلومة في أوقات يكون هو مركز معك. أو مثلا ما تنط على الكنبية، لا ممكن توقع، نط على اللعبة الموجودة في عنا ترامبولين، فيك تروح تنط ترامبولين على الترامبولين صحيح. أو فيك تلعب بالجنينة، يعني تعطيه خيارات. لأنه مثال بدك تظهري، بدك تطلعي من البيت والولد يكون يلعب، فأنت تقول له قوم باش نخرجوا، ما راح يستوعب هو يعمل في شيء ثاني، لا بدك تفسري له أنه يلا بدك تجمع الأغراض أو تضبهم، لأنه احنا هلا راح نلبسه ونخرجوا، لازم تفسري له بالإتاب اللي بدها تصير ليفهم الولد. نعم. لأنه هو صغير في الولد. ولكن هذه التفسيرات إلى أي مدى تختلف من شخصية طفل إلى آخر؟ يعني هي بالإجمال تمشي مع كل الأولاد. هو عنا أولاد الولد الريتم، إحنا هون نحكيه على الريتم بالضبط، إنه أنت في أولاد دغري تفهم المعلومة، في أولاد يلزمها شوية وقت شوية وقت. في مثال آخر إنه إحنا كيف بدنا نتعامل مع الولاد في هالمواضيع بالأخص التعبيرية، لأنه أنت اليوم عم تعودي على المجال إنه يعبر. مثال أنا كثير نتصادفوا هالقصص، في مثال دور الحضانة المدرسة، جيل الأم بدأت تاخذ ابنها وترجع بيها على البيت وتحمله وتبوسه وكله، بدنا نمشيه للسوبر ماركت ونجيب لك كل اللي أنت تحب عليه،
به. الولد يسمع كل اللي أنا نحب عليه، يروح على السوبر ماركت ويعمل لها التندرم البكي والصريخ وعلى الأرض، أنه لا شو تبكي تصرخ، أنه وخذاش حاجة واحدة يعني مثل شوكولا بونبون بسكوي. بس أنت قبل ما تفوتيه على السوبر ماركت حطيتي له براسه اللي هو باش ياخذ كل اللي حب عليه، أنت عطيتيه له يعني في الأساس. ليه عم تلوميه بده يبكي وبده حاجة واحدة يعني كمان مهم تحددي له الأطر اللي بيقدر يتحرك فيها. هذا المعلومة اللي أنت تحدد له مثلا شمشي وناخذه شوكولا بونبون بسكوي يستوعبها. أنت تدخل بتاخذ اللي تحب عليه اللي تحب. أنا نحب كل شيء. بس مفيدة كمان في مدارس تربوية بتقول إنه طالما الطفل موجود بالكومفورت زون أو منطقة الراحة، هون يفضل ألا تستخدمي الله، إنما ابدأي باستخدام الله عندما يصل إلى مرحلة الخطر. يعني كل شيء ممكن يأثر على سلامته. صحيح، هنا لا ضروري سلامته على حسب كمان كلمة مطاطة لأنه أنت اليوم السلامة تتحط. كنا نخافوا على أولادنا، كنا نخافوا أنه يصير مكروه الأبن، بس لازم كل في توعية توعيه تفسر له، لأحنا نركزوا على التفسير على الجمل وجمل بسيطة. يعني الولد في الكومفورت زون هي البيت، الكومفورت زون المدارس ما هيش كومفورت زون عند الولاد، لأنه خصوصا المدارس بالضبط المدارس في مجال أكبر مثل من الحضانة بالأخص في البلدان أن الولاد تفوت في عمر كثير بكير للمدارس وفي أساس ذهنيات مختلفة يعني والوضع الكل إجمالا أنه كل الولاد عندها كل شيء. هذه كلمة كل شيء كمان خطر، لأنه مثال في أهل يقولك أنا ابني عنده أوضة مليانة ألعاب، لا غلط، ما تحط خذ اللي هون ما عادش تعلمه أنه يتحكم في متطلباته، أنه مثال لا تتسكر البيت. أنا دائما ننصح تسكروا البيت، يكون المفتاح عند الأم أو عند الأب واثنين، يعني حتى التربية مهمة أنه يكون اثنين يربيه في الأولاد مش عشرين، أنه إحنا الدول العربية عشرين يربي تدخل العائلة الكبرى بالموضوع. حتى الجار يصير يربي الولد، لا غلط، أنه أنت أمه الأم والأب هم الوحيدين اللي لازم يربيه الولد. أنه تسكر الغرفة اللي فيها الألعاب، أنه تسمع ألعاب أي أوكي نسكره، يفوت الولد أو يختار لعبة ماكسيموم لعبتين ومش مسموح، لأنه لازم يتعلم أنه يكمل من لعبة واحد ويمشي اللعبة يعني اثنين. ضروري نحط له إطار لحريته لحريته هو اللي نسميه احنا أكثر الإطار الريتميك، يعني أنه عندك إيقاعي. أنت اليوم أنا دايما ننصح الأهل أنه يكتبوا الرولز على ورقة لحتى الأطفال يتنبهوا ويلتزموا بها. إذن أخصائية الطفولة المبكرة مفيدة بوصبات زهرة، شكرا جزيلا لك على هذه الإرشادات المهمة جدا للأطفال. صحيح، ومننصح أطفالنا بأنه يبدوا بالرياضة من عمر عمر الطفولة. نبدأ من عمر مبكر بعد الفاصل. الرياضة في الجسم السليم، ابقوا معنا.